نفس الامر. قلت للدكتور لن اقبل. ليه؟ لانه لم يفلح في ان يقول لي او يطمئني انه هيكون لكل المصريين مش للجماعه. فرفضت نائب رئيس مع الدكتور محمد مرسي، ورفضت نفس الامر مع الفريق شفيق. هل يرفض؟ انا بهذا المعنى، بهذا المعنى عاوز انبه الجميع، لان دلوقتي في ناس يعني غلابه بيقولوا عليا كلام اغلب منهم ها في برامج تلفزيونيه وعلى النت وكلام من ده، وده هيترد عليه بالقضاء. هتقاضي حد؟ هتحرك عدد من المحامين المحترمين من اصدقائي واخواتي في الكرامه والتيار الشعبي هيتصرفوا مع هؤلاء قانونيا. هل يليق من وجهه نظرك بشخص يقدم نفسه على اعتبار انه رئيس مصر القادم ان يدخل في خصومه؟ لا، انا مش داخل في خصومه، انا برد الاعتبار، لان توجيهات الاتهامات كتير من الاتهامات اللي بترد عليا بعتبرها حق للناس، اما لانهم لا يعلمون وكل امرئ معذور بجهله، او انهم لهم كيد فمن حقهم يكيدوا، لانه فاهمين ان المنافسه الانتخابيه كده، وانا مش طريقتي في المنافسه طول عمري، وبالذات في هذه المعركه هلتزم بمساق شرف محترم، او متصورين انهم بكده بيقللوا مني. اللي مجتمع عليا دلوقتي مين؟ اتهام من الاخوان باني بتاع العسكر، وبعض الشباب اللي هم ثوريين فعلا بس بطريقه اختلف معاهم في التقييم فيها، ممكن تحترم رايهم، او اتهام من الفلول ان انا بتاع الاخوان. حلو قوي، يجتمع عليا الاخوان او اتهام من الاثنين بانك مدعوم من الفلول وتتلقى اموال منهم ده موضوع تاني يعني. طيب حلو قوي، طيب هذه الاتهامات انا بقول لهم يا اخواننا اهو، ناصرناهم لما كانوا بيضطهدوا، شاركناهم اما حضروا في الثوره،